السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذه العطلة جئت أنا والأسرة إلى البادية في هذا الصباح. خرجت لأتجول فوجدت خزو الجزر اللي كان راه عندك واحد الفيديو سالي فنشرتو عندك ساعه باقيه صغير اللور غتلقاوه. سبحان الله غادي دوكا كبر هو قطع هاد الوحده والطريقه تاع النجر ديالها وكذا تكون تنقبتو عار رشقه من دوك القصب تنهرسو تنقبتو من شي رشقه بحال هكا اللي كيشتا داك الجنب تيكون ماضي ديالها تيجرح، وخاص الأطفال الصغار ما يلعبوش بيه كاع حتى لا يؤذوا أنفسهم. ومن داك قاعد تنحيدو كاع داك الشوائب اللي تكون بها كونيا تولي ناضية زوينة تستهلك. و سبحان الله العظيم مزيان ياكل الإنسان هكا باقي طازج خضر هكا، ما لا كان في الطعام تيكون حلو بزاف، تكون فيه مادة الحلاوة زايدة بزاف، ما كنت تكون حلاوته طبيعية وراه مفيد وفيه فوائد كثيرة. سام زيان من الادم ياكلوا اكو خضر نجرو وياكلوا احسن كاع من الطيب، خاصة الناس ممارين السكر حسن ياكلوا هاكونية. هذا تكون هاكونية واخا طازج باقي خضر ما لم يطهى بعد تيكون نسبة السكر قليلة فيه. كانت من الفيديو روحكم، واللي ما مشارك يشارك في القناة وشغلوا الجرس ديروا ديك الصفة تاعت الكل باش يخبركم اليوتيوب ان شاء الله بكل جديد ان شاء الله تعالى، ولتعم الفائدة كما اتمنى تخبروا الاهل ديالكم والاقارب باش اطلبوا منهم يشاركوا في القناة لتعم الفائدة. فالدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.